أخ أمال، إحنا قدامنا شيء 3 دقائق لأربع دقائق، إحنا شو دورنا إذا أو أمام هذا الموضوع، موضوع الإضطهاد؟ أول حاجة يا أخي، لازم نجيب الموضوع ده تحت الضوء. لازم الناس تعرف تعرف أن هناك اضطهاد ضد المؤمن المسيحي الحقيقي، نعم، وضد من يعتنق المسيحية من أي خلفية، بوذية، هندوسية، إسلامية، يعني أي حاجة. لابد أن نعلن الحق الكتاب. الكتاب بيتكلم عن إيه؟ لازم في رسالتين أساسيتين. الرسالة الأولى للمضطهد القائم بفعل الاضطهاد، قوله بصلي أن الرب ينور فكرك، بصلي أنك تدرك محبة الله التي ظهرت على الصليب في شخصه حينما أخذ جسم بشريتنا، بصلي إنك تفكر وتعيد حساباتك، من هو الإله الحقيقي وما هو الإيمان الحقيقي، بصلي إن الرب ما يديلكش نوم وتدرك إن اللي بتعمله ده مش هيعدي بلا حساب، لأن الله عادل. مع هذا العدل هناك محبة حقيقية ليك. ورسالتي الثانية لإخواتي اللي هم تحت اضطهاد واللي تحت آلام، تشدد بالرب، تشدد وتشجع، لا تخف ولا ترتعب، لأن الرب إلهك معك، الممسك بيمينك، القائل لك لا تخف أنا أعينك. ما تخافش في مواجهة الاضطهاد، ما تخافش في مواجهة الناس، ثق في الرب، تعلق في الرب، والرب من تعلق بي أنجيه أرفعه لأنه عرف اسمي.